السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكبيدات كديري لاباس عليكم إن شاء الله. الفيديو ديالي لقاكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية يا رب. اليوم البنات غادي نشارك معكم الريد فيلفيت، واحد الكاطو اللي كيكون أحمر وكيديروه بمكون باللي هو ملون غير طبيعي، كيديروه بملون اصطناعي وكيديروا واحد الكمية اللي هي كبيرة ومضرة بالصحة. فانا درت التجارب ديالي، واحد المره درتها شديت الباربه حكيتها وعصرتها، حكيتها خضراء وعصرتها باش ماشي نسلقها وناخذ الماء ديالها ما كيبقاش زوين، حكيتها خضراء وعصرتها وخديت الماء ديالها وجربتها وما جاتنيش زوينه. وفهاد المره مشيت كنتقدى من لا كوبيراتيف، كاينين بزاف د الجمعيات، يعني انا ماشي غادي نهضر على هاد لا كوبيراتيف باغا ندير ليها اشهار او لا كنهضر على السلعه اللي خديت من عندهم. عرفتي واحد الحلوه جاتني بعدا نوريها لكم غزاله، شو هذا راه ملون طبيعي البنات. قلت لكم خديت هاد البيتخاف هادي من لا كوبيراتيف بيس تيغوار سيرفيس، راه كيحطوا في اسواق السلام، راه بزاف ديال البنات كيمشيو لاسواق السلام اللي كدير منى التساوي. تقديت هادي قلت والله تنجربها، جربتها. هما يا البنات ملي كيديروا هاد الحلوه هادي فاش كيديروا داك الملون الاصطناعي كيخلطوا معاه الكاكاو، كيديروا واحد جوج معالق مثلا ديال الكاكاو باش كيخرج ليهم داك اللون ديال دم الغزال، باش كيخرج داك اللون الزوين الاحمر. انايا درت ملون طبيعي، درت جوجات، الاولى درت فيها الكاكاو فما عطاتنيش، يعني الكاكاو كيخرج ديك دم الغزال غير مع الملون الاصطناعي، فمع الملون الطبيعي راه ما خرجش ليا. وعاود صوبت الثانيه ودرت غير البيتخاف بوحدها اللي هي الباربه مجففه ديال هاد لا كوبيراتيف هادي، خرج ليا اللون كيحمق وما فيهاش المذاق ديال الباربه بصفه نهائيه، لحقاش ضفت معاها الفاني. انا عندي ديك لاغوس دو فاني طحناها مع السكر الاشقر ودرسوا معاها، ولكن ماشي ضروري، واخا يكونوا عندكم غير خنيشات ديال الفاني ديروا جوج ديروا ثلاثه وما غاديش تخرج ريحه الباربه بصفه نهائيه. ودرتها شويه ناقصه حلاوه، انا كنبغي الحاجه مسوسه وعاد الفرماج، يعني جا واحد الخليط ديال الفرماج، درت انا فرماج كيري اللي درت، راني غنشارك معكم كلشي غنوريكم. ديروا جبلي، ديروا اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري ماسكاربون اللي هو غالي، كنحاولوا نطلعوا شي حاجه اللي هي اقتصاديه وفي نفس الوقت كتكون صحيه نوعا ما وهي ديال الدار. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وجربوها وجاوبوني البنات، رائعه رائعه رائعه. كيف كتشوفوا الملون الطبيعي كيفاش كيخرج، هذه فيها الكاكاو غلب عليها الكاكاو ما جاتش زوينه، وهذه جات كتحمق. بسم الله. نبداو على بركة الله، غادي ندير 4 ديال البيضات. بسم الله، أنا عندي هنا 4 ديال البيضات كبارين، غادي نضيف ليها البنات 120 غرام ديال السكر سنيدة. أنايا هاد السكر كنت طاحنة فيه الفاني، ديك عويده الفاني اللي كنت شاركت معكم ديك المره اللي كنت وريتو لكم اللي هو هذا، خديت سنيده ودرت فيها الفاني وخليتها واحد المده ديال الشهر بحال هكايا وطحنته. انا درت هنايا 100 غرام، انا دائما كنقص، هي راه نورمالمون 120 غرام، الا درنا 120 غرام ديال دقيق الفورس كنديروا 120 غرام ديال السكر سنيده. انايا خليت 120 غرام ديال دقيق الفورس وغادي ندير غير 100 غرام ديال السكر سنيده اللي معها الفاني. الا درتو سكر سنيده عاديه تقدري ديروا واحد الساشي فاني او لا واحد المعلقه كبيره ديال الفاني. غادي ندير هاد البيض مع السكر، نخليهم يطربوا مزيان. غادي نضيف 80 غرام ديال الزيت نباتيه اللي هي نص كاس عنبه ما كاملش، كيف ما كتشوفوا راه نص كاس ما كاملش عنبه. غادي نضيف هاد 120 غرام ديال دقيق الفورس، غادي نغربلو 30 غرام ديال الكاكاو اللي يكون هاد اللون المفتوح. البنات
لحقاش اللون المغلوق ما غاديش يعطيكم لون زوين. هذا المغلوق ما يعطيكمش لون زوين، رغم انه تصور راني عندي ماركه مزيانه ديرو كاكاو لون مفتوح بحال هذا. هذا لون مفتوح. انا كناخذ البياس، كناخذ باري بالنسبه اللي غتسولني، بالنسبه اللي غتسولني هذه هي لا مارك اللي كناخذها البياس. غادي نخلطهم، غنضيف واحد الساشي خميره كس غنساها من وزن 8 غرام. كما كتشوفوا الخليط ديال الكيك ديالي اللي هو البيض والسكر سنيده والزيت كيفاش طالع زوين، كنوصلوا لهاد القوام صافي كنبقاو نضيفوا الدقيق والكاكاو. وصلنا دابا البنات المرحله ديال الملون. انا ما بغيتش ندير ملون اصطناعي، عندي هذه باربا، هذه ملون طبيعي البنات. راني جربت واحد شويه، يعني خديت واحد شويه جربته هنايا باش نعرف واش غادي يعطيني اللون ولا لا. بان لي غادي يعطيني اللون، وبيان سور هو راه ملي غادي يطيب اللون شويه غادي يبهات، ولكن انا اللي عندي مهم وهو ما نديرش داك الملون الصناعي عندي وما بغيتش نديرو. جربته هنايا مع شويه اللبن، يعني غادي ندير شويه تاع اللبن وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال هذا الملون الطبيعي. نقدر ندير تكسر معلقه ونص بحال هكايا وغادي نحركو. المهم هنايا راني كان عندي البنات ربع كاس ديال اللبن، ربع كاس تاع اللبن اللي درت هنايا مع هذا الملون الطبيعي. وغادي نزيد باش نزيد نعزز اللون، غادي ندير واحد 100 غرام ديال هذا جولي ديال الفرامبواز، منه يعطيني النكهه ديال الفرامبواز ومنه يعطيني اللون الاحمر. غادي نزيدو على هذا البيتراف. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هاد الباربا مجففه، ها هي ماش كتبان واش واضحه ولا لا. بيس تيغوار سيرفيس، عرفتي راه عندهم واحد اتايتا هو خديته كنعمر به، يا سلام عندهم الاشكال والانواع ديال الاتايتا. هو كي بالنكهات، النكهات الطبيعيه، كل شيء عندهم طبيعي. وانا راه في ما تكون شي حاجه طبيعيه راه كتعجبني البنات. وكنقول علاش لا ما نشاركهمش معاكم، نحاولوا باش ما قدرنا قدر المستطاع نبعدوا من الحاجه اللي هي صناعيه على الاقل مره في شحال، ماشي مشكل، ولكن دائما دائما لا، نحاولوا نمشيو للحويجات اللي هما طبيعيين. دابا هاد الخليط من بعد ما خلطته مزيان غادي نضيفو الكيك ديالي. واللي ما عندهاش البنات الفرامبواز راه ماشي ضروري تكثر من الملون الطبيعي، اولا تعوضوا هاد الفرامبواز تعوضوه مثلا بالكونفيتور ديال الفخيز حتى هو كيكون حمار، اولا الكونفيتور ديال الفرامبواز. وبالنسبه للكاكاو ديروا غير جوج معالق ديال الكاكاو. الطاوم عندي فيها 30 على 35، دهنتها بالزيت عاد زكيت فيها هاد ورق الطبخ وطلعت هاد الحويشيات بحال هكايا. وغادي نخوي فيها دابا الكاك ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات اللون الاحمر راه ماشي احمر بزاف كيف كتكون في الكاك ديال الريد فيلفيت، ولكن انا ما كيهمنيش اللون قد ما كتهمني واحد الحاجه، راه ما تصوروش الكميه اللي كيديروا في هذاك الملون، داك الملون خطير وكيديروا كميه كبيره باش كتجي حمراء بزاف. انا شخصيا ما عجبتنيش الفكره بصفه نهائيه، يعني واحد الحاجه نديروا فيها واحد الكميه قليله ديال الملون طبيعي اللي ماشي طبيعي كتقولي ماشي مشكل، ولكن باش ندير انايا ناكل كيك احمر وندير داك الملون بحال هكاك جاتني بزاف. انا بعدا ما قدرتش نديرها وناكلها انا وليداتي، قلت ندير هذا الملون الطبيعي وان شاء الله غادي تجي زوينه. انا راه كلشي كنديرو قدامكم، صدقات ما صدقاتش غنوريها لكم. صافي غادي نديرها في الفران 180 درجه. راه ما كتفوتش معنا البنات 10 دقائق 12 دقيقه كطيب كتوجد. هانتوما البنات راه كدير 10 دقائق في الفران
كديروا ليها غير بحال هكايا، ها هو كيخرج نقي ما فيه والو. دابا غادي ندير هاد السكر سنيده اللي قلت لكم طاحنه انا مع الفاني، ولا ليا سكر كلاصي هو اللي غادي ندير مع الفاني. يا سلام كيفاش غادي تجي هاد الكيك، كيفاش غيجي مع هاد الفاني اللي هو فغي فاني، ماشي يعني ماشي غير السكر وصافي، السكر مخلط مع داك العويدات ديال الفاني. وكندير هاد الرشيشه هادي باش ملي غادي نقلب هاد الكيك في البابي كويسون واحد اخر ما يلصقش ليا. هادشي علاش كنديروا هاد العمليه. المجلس كنحيدوها باش ما تعرقش لينا. يا سلام كيف جات غزاله، كيفاش كتجي، كتجي رائعه. هانتوما البنات عاودت وحده اخرى وما درتش فيها الكاكاو باش نشوف واش غتجيني هذه حمراء اولا اللي فيها الكاكاو. لحقاش مع الباربا بمكون الملون الطبيعي ملي كيطيب كينقص شويه اللون، فقلت غنحيد الكاكاو ونشوف واش غتجيني زوينه. ها هي الطاوله الاولى اللي طيبت فيها، وهذه صغر منها، هذه فيها 31 على 32 33، يعني هذه ديال فران إتيماط الصغيور وهذه ديال فران إتيماط الكبير. وبالنسبه للمقادير راني نقصت بيضه وحده ونقصت الكاكاو، وجميع المقادير نفسهم. هانتوما البنات شوفوا الفرق، انا دابا حاليا بان لي الفرق باللي هذه اللي ما فيهاش الكاكاو بانت ليا جات حمراء على الاخرى. ودابا البنات من بعد ما خليتها بردات ليا مزيان، شوفوا الفرق، هذه ديال اللي درت فيها الكاكاو جات غالب فيها الكاكاو، شفتيها؟ وهذه انا نقرب لكم ليها، شوفي هذه، شوفوا هذه ما فيهاش الكاكاو، جات باينه حمراء، جا فيها داك الشكيل الحمامر كيف ما كتشوفوا. يعني الا درنا ملون طبيعي البنات ما نديروش الكاكاو. صافي كيف ما شفتوا هي دابا قطعتها على شكل طليب، وغادي نقطع هذه ساهيه، عطيه كتجي الطبق غزاله غزاله غزاله. ودابا غادي نحضر الكريمه البنات. خديت 500 غرام ديال الكريمه، انا هذه عندي حلوه، واللي عنده كريمه مسوسه راه كيدير السكر حسب الذوق اللي باغي. عندي هنايا جبن كيري وعندي جبلي، وكاين نوع اخر حتى هو اللي الثمن ديالو فحال هادو في عوض ماسكاربو اللي هو غالي. انا درت بالنسبه ل 500 غرام ديال الكريمه درت فيها 200 غرام ديال كيري. الصراحه كنت غنديرهم بجوج، قلت 500 غرام ديال الكريمه كثيره، كنت غنديرهم بجوج، فانا ناقصه الحلاوه قلت غادي تجيني شويه الملوحه الطاغيه، فدرت غير 200 غرام ديال الكريمه. هنايا حطيت الجينواز اللي هي درت فيها الكاكاو درتها لتحت، وهذيك اللي ما فيهاش الكاكاو اللي جات حمراء وزوينه هي اللي غادي ندير الفوق. سقيتها بالحليب، انا خديت الحليب عادي بارد وسقيت به الجينواز ديالي. بغيتو ديروا شي حاجه اللي هي حلوه بحال السقوى اللي هي الماء والسكر راه كديروه. خديت تقريبا راه غير ربع الكميه اللي درت، لحقاش شوفوا ما شاء الله كيفاش جات، هذه جات كتحمق هذه. غادي نسقيها حتى هي بالحليب. بالنسبه للكريمه الا درتو سيركل قد هذا راه رابعه ديال الكريمه، و100 غرام ديال الجبن راه كافياكم البنات. ما خطا الا درتو الجينوازات بجوج اللي درت انايا راه غادي تضطروا ديك الساعه تحتاجوا فعلا 500 غرام ديال الكريمه. انا كنقول لكم هاد التوضيحات باش ما تضيعوش في الكريمه. الا درتو سيركل قد هذا ديروا غير النص ديال الكريمه. فانايا الكريمه اللي شاط ليا انا قطعت دوك لي شوت ديال اللي بقاو ليا وصوبت بهم قليبات، غادي نشاركهم معكم حتى همايا. صافي غنسقيها بالحليب مزيان، وغادي ندير ليها الكميه اللي غتكفيني ديال الكريمه، وغنايطاليها مزيان وغنغطيها وغنحطها في المجمد. حطيتها غير واحد نص ساعه، انا كنت زربانه خليتها غير نص ساعه، خليوها البنات جوج السوايع حتى لثلاثه السوايع في المجمد، عاد جبدوها ديك الساعه باش ديروا ليها التزيين ديالها. ومن بعد غادي ناخذ هاد الحواف هادو اللي شاطوا ليا في ديك الجينواز اللي هي خرجت ليا حمراء زوينه، غادي نديرها في هاد الهاشوار وغادي نطحنها واحد شويه، هي باش غادي نزين داك الكاك من بعد ما غادي نخرجو من المجمد من الفوق.
وبالنسبه لذاك الجينواز اللي شاطت ليا قطعت قليبات صغيره وراني على هذا الشكل وزينتهم بهذه الطريقه ودرت لهم شويه ديال داك الجولي ديال الفرامبواز في الوسط ودرت ثلاثه ديال الطبقات، الطبقه الاولى ودرت الكريمه وداك الفرامبواز ودرت الطبقه الثانيه كيف ما كتشوفوا خديت هذا القمع هذا راه غير عادي باش كيخرجوا الماكارون وصهو درت ليه شويه ديال الفرامبواز بحال هكايا في الوسط. وبالنسبه للطبقه الاخيره درت الكريمه ورشيت عليها شويه ديال داك الجينواز اللي راني حكيت اللي راني درته بالهاشواغ حتى هو جا منظر راقي وجا غزال البنات. من بعد جبت الكاطو ديالي من المجمد كنديروا واحد كويس سباتولا هكايا باش كنقادوا ديك الحواف باش ما نخسروش الكريمه ديالتنا. وتزيين انا درت تزيين بسيط بسيط زيد تنا البنات ممكن كتشدوا داك الجينواز اللي دوزتو في الهاشواغ وكتغطيو الكيك كامل كتجي حتى هي رائعه كتجي زوينه. انايا فضلت نخليها غير بحال هكايا وزينتها غير من الفوق بدك شويه ديال الجينواز وتبارك الله التزيين راه كله كيبدع كيف بغى ما شاء الله. المهم وهي الهدف ديالي انايا من هذه الوصفه وهو نعطيكم طريقه ديال المكون الطبيعي واللي عجبني بزاف بزاف واللي درت كيف قلت لكم بزاف ديال التجارب باش نخرج هذا اللون الطبيعي. وراني شاركت معكم كل شيء البنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وبارطاجيوها مع الاهل والاحباب وما تنساونيش بالتعاليق الغزاله ديالكم. راه تبارك الله راه ما كتنساونيش بها راه دائما كتعطيوني تعاليق اللي كتزيد تشجعني وكتفرحني. كنشكركم بزاف بزاف البنات وبارطاجيو بارطاجيو مع الاحباب ومع الخوص باش نتفاداو كل ما هو اصطناعي وكل ما هو مضر بالصحه على الاقل نتكيسوا شويه على الصحيح. وانا متاكده مليون في المية باللي بزاف البنات تعجبهم هاد الفكره بالنسبه اللي ما عارفهاش وان شاء الله تجربوها وتشاركوها معايا في الانستغرام ديالي اللي هو سعيده فلوغ اوفيسيال. واللي ما دخلش عندي الانستغرام يدخل مرحبا و100 الف مرحبا بي. وفي اخر الفيديو البنات غتلقاو الجينواز من بعد ما قطعتها غادي تشوفوها كي دايره من الداخل عاد بان اللون الحقيقي ديالها كيف قلت لكم مع داك الحليب زاد خرج داك اللون الاحمر كيف ما كتشوفوا. شوفوا ما شاء الله تقولوا راني دايراها بمكون غير طبيعي وهو راه طبيعي 100%. وبالنسبه للبنات اللي سولوني في الانستغرام وبغاو نشارك معاهم داكشي اللي تقديت من الجمعيات فاش كنت حطيتها في الانستغرام ان شاء الله غادي نشاركها معكم. ان شاء الله وراء هذا الفيديو غادي نحطه. فخليتكم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.